السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى هنعمل طبق جميل جدا ولذيذ، هنعمل مع بعض الحمام المشوي. انا عملت معاكم فيديو فيه عندي على القناة فيديو قبل كده، عملت الحمام المحشي رز. فالنهارده بقى قلت اعمل معاكم ان شاء الله قبل رمضان بقى، عشان يبقى فيه عندكم كذا طبق وتقلبوا عندي بقى في القناة كده على الاطباق الحلوة اللي تعجبكم وتعملوها. إيه؟ عشان طبعا انتوا عارفين الوقت ضيق في رمضان، ممكن برضو اقدر اصور وممكن ما اقدرش، فقلت اعمل لكم الحاجات الحلوه اللي بتتعمل في رمضان وفي العزومات، زي الحمام وحاجات تانية كتير هتلاقوها عندي على القناه ان شاء الله تعجبكم يا رب. فهنبدا بقى نصلي على سيدنا محمد واقول لكم احنا هنعمل الحمام المشوي ازاي وبطريقه حلوه جدا، بيكون طري وما بينشفش منك خالص، وبيبقى فيه لحم. اللحم بتاعه طبعا لما بتعملي حمام وتشويه ويتحرقيه قوي بيبقى ناشف، لكن انا هعمله معاكي بطريقه حلوه جدا ولا هينشف منك، وهيبقى طري جدا وهيبقى طري وجميل جدا كده. فهنبدا بقى الحمام. طبعا هتجيب الكميه اللي انت عايزاها، جوز حمام، جوزين، ثلاثه، 10، اللي انت عايزاه، تمام كده. وهنجيب كمان معانا ميه بصل. ميه البصل دي هتعمليها ازاي بقى؟ انا ضاربه بصلتين كبار في الخلاط وحاطه معاهم قرن فلفل حامي للي عايز، اللي مش عايز فلفل حامي يحط فلفل بارد عشان هو بيديله طعم وريحه حلوه برده. وكمان ضاربه طماطمتين في الخلاط، بحبة ميه صغيرين، ومصفية التفل منهم علشان ما تحطيش التفل البصل بتفله ولا الطماطم بالتفل بتاعها عشان ما يتحرقش الحمام معاك. معانا كمان التوابل بتاعتنا اللي هنحطها عليه. معايا فلفل اسود تكتري شويه، معلقه كبيره، ومعايا كمان معلقه ملح، ومعايا معلقه صغيره توم باودر، ومعايا حبهان، ومعايا ورق لورو، ومعايا بهارات لحمه او فراخ او كاري، اللي انت عايزه تحطيه حطيه، التوابل كلها حلوه. تمام كده. هنبدا بقى نعمل الحمام ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. هنجيب بوله كبيره ونضيف فيها ميه البصل. ميه البصل طبعا عشان تعمليها هتعوز تحط عليها شويه ميه وتصفيها، وكمان عصير الطماطم هنحطه برده، وكمان التوابل بتاعتنا زي ما قلت لك الحلوه دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب كله مع بعض، نقلب كل الخليط كده مع بعضه. اللهم صل على سيدنا محمد. كمان هنعوز ايه؟ شويه خل وشويه زيت. كده هنعوز معانا شويه، هنعوز قصدي شويه خل صغيرين، معلقه خل كده، خل بيبقى حلو جدا على المشويات. احنا هنشوي الكلام ده كله ان شاء الله في الفرن. وهنحط كمان شويه زيت ذره، حبه صغيرين كده برضو علشان بيديله برضو طراوه كده وبيبقى برضو حلو بالزيت. ونقلب الخليط مع بعضه كويس كده. احنا قلبنا الخليط، هنعمل ايه بقى في الحمام بقى؟ الحمام انا عايزه اعمل فيه ايه؟ هتجيب الحمام طبعا متنضف، اما تجيبيه بتغسليه كويس جدا، بتغسليه كويس جدا بالدقيق وتنقعيه شويه فيه والليمون كمان، وتحط شويه خل وتسيبيه منقوع شويه، وبعد كده تغسليه بيبقى زي الفل عشان الزفاره بتاعته ما يبقاش زفر، وتشيل الحته اللي بتبقى هنا دي. هنقص الحمام من الظهر كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. انا عايزاها مفتوحه من الظهر، وكمان هنيجي عند الحته العظمه اللي هي في النص بتاعت الصدر دي كده ونكسرها. بصوا كده اهي، انا عايزه الحمامه مفروده بالطريقه دي، شايفين كده اهي، عايزاها تبقى كده. ونضيفها للخليط اللي نعملها، نحطها ونقطع واحده كمان معاكم، نقصها من الظهر كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمام ده طبعا الاكل بتاعه لذيذ جدا، بيسموه اكل الملوك عشان هو بصراحه هو غالي شويه طبعا، وده حمام بلدي يا جماعه، ما بيبقاش كبير قوي زي الحمام الرومي والحاجات ده، بس اطعم حمام تاكليه هو الحمام البلدي اهو كده. لازم تكسر الحته بتاعه الصدر دي، العظمه اللي فوق دي، وتسيبها مفتوحه كده اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، ونحطها في الخليط بتاعنا. كل كميه الحمام اللي انت جايباها اعملي زي ما انت عايزه بقى، واعزمي بقى اللي انت عايزاه براحتك خالص في رمضان وكده، واعملي بقى الحمام بالطريقه اللي بقول لك عليها دي، هتشرفك ان شاء الله قدام حبايبك كلهم. طريقه جميله جدا ان شاء الله تعجبك. انا عملت قدامك اهي، تكسري لازم تكسري الحته دي اهي كده،
نضيفه للخليط بتاعنا. الكبد والقوانص طبعا هتتشوي هي كمان، هنحطها بتاعته. وكمان انا ممكن هعمل ان شاء الله جنب رز بسمتي وشويه ملوخيه خضراء بقى. والله الله الله، لازم الحمام يا جماعه معاه ملوخيه خضراء وكمان رز بسمتي. نقص دي كمان، سهل جدا سهل جدا يا بنات. يعني بصي ما تقوليش انا مش هعرف اعمل حاجه، ابدا ابدا ابدا، اتعلمي واعملي كل حاجه. بدل ما تشتري الحمام من بره، شوفي الجوز الحمام بره لو اشتريتيه هتجيبي الجوز الحمام ب 120 جنيه. ليه بقى؟ ما انت ممكن تجيبي بالجوز الحمام العادي اللي هو الني كده ب 55 جنيه او ب 60 جنيه. يعني انا جايبه جوز الحمام ده ب 55 جنيه بدل ما تشتريه من بره، ويبقى احسن كمان وانت اللي عاملاه في البيت وانضف اهو. والسيوة طبعا كل ما يتركن في الخلطه بتاعته دي بيبقى روعه روعه روعه، وكمان اللحم بيبقى طري وحلو. يعني ممكن تنقعيه في الخلطه دي ليله بحالها، او ممكن تعمليه 4 ساعات لو انت ما بقيتوش ليله بحالها، تعمليه بقى 4 ساعات حلو. بس كده زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص الحمام بتاعنا في الخليط بتاعه، هبيته ليله كامله ان شاء الله. انا بحب ابيت الحاجه المشويات دي ليله كامله او اكتر حاجه زي ما قلت لك 4 ساعات، وبعدين نشويه مع بعض. هنبدا بقى يا جماعه نعمل الحمام مع بعض اللي احنا قلنا هنشويه. هنعمله على البوتاجاز من فوق. انا سبت التتبيله ليله كامله، اللي مش هيعرف يسيبه ليله كامله ممكن تسيبه 4 ساعات زي ما قلت لك. جبت بقى قطعه من الزبده ومعايا شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش طبعا. دي اهم حاجه يا جماعه، الزبده لازم تحطي معاها زيت علشان ما تتحرقش منها. وهبدا بقى احط الحمام بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما هي كده زي ما قلت لكم، فتحها زي ما انا عاملاها كده بالظبط. بسم الله نجيبها كده نلفهم جنب بعض كده اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. قبل ما نعمل الحاجة الخاصة تبقى ريحتها جبارة يا جماعة، جبارة ما شاء الله. يعني كله تمام، خدنا على مقعد الصينية ما خدت، ونشيل الباقي بقى لحد ما ده يحمر. وهنعمل بقى كمان جنبه ان شاء الله شويه رز بسمتي كمان، يعني حاجه جميله جدا، وملوخيه خضراء. وطبعا زي ما انا معوداكم كل حاجه هتعلقي عليها مع بعض عشان الاكل كله يخلص مع بعضه. انا كده حاطه برده عشان اعمل الرز معلقه زبده وشويه زيت على النار لحد ما يقدحوا شويه صغيرين، وبعد كده بنشوح البصله معاهم والحاجات بتاعت الرز. انا عملت الرز البسمتي طبعا معاكم كتير قبل كده، بس قلت برده اوريكم الحاجه اللي انا بعملها. وكمان هنعمل شويه ملوخيه، دي الشوربه بتاعت الملوخيه، ملوخيه خضراء. طبعا الحمام المشوي لازم معاه ملوخيه خضراء وملوخيه خضراء او رز. لو مش عايز تعملي رز بسمتي ممكن تعملي رز عادي بشعريه براحتك يعني. بصوا يا جماعه بقى، انا مش عايزه الحمام يكش مني، او عايزه يكلمه مفروض زي ما هو كده. هضغط عليه بحاجه كده، تحط الغطا او اي حاجه وتحط عليه حاجه تقيله بس كده علشان الحمام ما يكشش منك، تفضل مفروده. هنعمل بقى الرز مع بعض. هنعمل ايه؟ هنشوح البصله. معايا البصله كبيره انا مقطعاها كده فرماها ناعم شويه، هنضيفها بقى على السمنه والزيت اللي انا حطاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف كمان معاها التوابل بتاعتنا، معانا عود قرفه وشويه حبهان وورق لورا. ده طبعا لازم تحطيه مع البصله علشان يدي ريحه جامده جدا للرز قبل ما تضيف الرز والبهارات. ده كله يتشوح الاول مع بعض. تمام كده مظبوط، كل حاجه تمام ان شاء الله. يعني طبعا هياخد تشويحه مع بعض على بال ما الشوربه تغلي عشان نعمل الملوخيه بتاعتنا الحلوه مع بعض.
والحمام برضو متعلق عليه عشان يتحمر. كده احنا بنشوح البصلايه يا جماعه، وكمان معايا نص كيلو رز البسمتي غسلاه ومصفياه من الميه بتاعته. كل حاجه سهله جدا قدامكم. شوحنا البصلايه مع الورق اللون والحبهان وعود قرفه، هنضيف الرز عشان كله يتشوح مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هفضل اشوح فيه كده شويه، يعني ما تستعجليش، وتضيف الشوربه على طول للرز لما تشوحيه كويس جدا مع التوابل والبهارات بتاعته والبصلايه. هنضيف كمان التوابل بتاعتنا، معلقه كركم ومعانا كاري كمان ومعلقه فلفل اسود. كل ده يتضاف مع بعضه ويتقلب كويس جدا مع الرز. كده ياخد لون كله مع بعضه كده، مع لون واحد مع بعضه. يعني عايزاه يبقى اللون ده، شايفين اللون كده؟ وتفضلي تقلبي فيه لحد ما يتشوح تشويحه حلوه كده مع، وبعدين نضيف له الشوربه. انا مش حاطه له فلفل بقى ولا اي حاجه، يعني انا ساعات بعمل مع الرز البسمتي فلفل الوان وفلفل اخضر، بس انا قلت اعمله ببصلايه المره دي بس علشان انا عامله معاه ملوخيه. انا ما بكون بعمله مثلا بفلفل الوان، بكون عاملاه بالكبد والقوانص علشان بيبقى طعمه جميل بالفلفل الالوان والفلفل الاخضر، لكن عشان انا عامله بقى ملوخيه جنبه قلت اعمله بفلفل، قصدي اعمله بس ببصلايه واللي كفايه عليه التوابل والبهارات بتاعته دي، هو اصلا بيبقى طعمه جميل جدا كمان. نبص على الملوخيه بقى، دي الشوربه بتاعت الملوخيه. كل حاجه كمان يا جماعه بصوا بعملها معاكم في وقت واحد. احنا الحمد لله ربنا مدينا البوتاجاز باربع عيون او خمسه، فنعمل الاكل كله مع بعضه علشان نخلص مره واحده. انا عندي بقى طبعا الشوربه غليت، وعندي ملوخيه خضراء جايباها وغسلتها طبعا وفرمها زي ما انتم شايفين كده. الملوخيه الخضراء بتاعت الشتا بتبقى جميله برضو. اول ما الميه الشوربه تغلي هنضيف الملوخيه. بسم الله، دي بقى الملوخيه الخضراء بتبقى طعمها لذيذ جدا. ونسيبها برضو نقلبها تقليبه كده، متقلبيش في الملوخيه كتير برضو على فكره علشان ما تسقطش منك في الحل. نقلب الرز، الرز برضو كده كمان. هنضيف له بقى الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم، شوربه بقى لحمه فراخ الموجوده عندك اعملي، لو مفيش بقى شوربه خالص عندك ممكن تعملي ميه وعليها مرق الدجاج عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبصوا بقى كمان ممكن بقى وانت بتعملي عشان تستفيدي، بس يكون عندك شوربه وانت بتسلقي لحمه وبقى منك شوربه او فراخ، بتصفي البصل منها والورق اللورو اللي في الشوربه، وبعدين تعينيها وتبرد وتعينيها في كاس لاي وقت انت عايزه تعملي فيه حاجه. بتاخدي مثلا عايزه تعملي سمع عصفور جنب الاكل ومفيش شوربه، بتاخدي كيس، يعني الشوربه ما ترميهاش، هتستفيدي بيها في اي وقت برضه، بس المهم تصفيها من البصل والحبهان اللي فيها والورق اللورو كده. كده تمام. هنضيف الملح بقى، عشان انا ما حطيتش الملح واحنا بنشوح الرز. هناخد معلقه ملح كده، والملوخيه بتاعتنا لسه ما غليتش. كده يا جماعه الملوخيه خلاص بتاعتنا غليت، وانا عايزاها بقى معاك شايفين الشوربه اللي انا عاملاها بيه ده، شايفين ما شاء الله اهي لونها اخضر وجميل جدا زي ما هي جميله جدا. السمك ده جميل، لو عايزه خفيفه بقى براحتك، يعني بس انا بعملها السمك ده بتبقى حلوه، تقدري كمان ان انت تاكليها مع الرز وتقدري تغمسيها بعيد. فهنعمل ايه بقى معانا؟ هنحط حته زبده صغيره ومعاها قطعه من الليه بتاعت الليه ضامي،
بتدي شمسه جميله جدا للملوخيه. ومعانا كمان الثوم، ثوم مفروم معاه قرن فلفل صغير رومي، واساس الملوخيه الكزبره الجافه. هنضيف دول مع بعض بقى ونشوحهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. الريحه بقى فظيعه فظيعه يعني. إيه انا بعمل الطريقه دي، طريقتي في الملوخيه الخضراء الناشفه. طبعا انا عاملاها معاكم في فيديو قبل كده، ليها طريقه مختلفه جدا عن الملوخيه الخضراء. إيه وكل واحده فيهم لها طعم مختلف. الخضراء ليها طعم والناشفه ليها طعم تاني. إيه وكل الحمد لله كويس برده. الموجودة عندي كاملين. نبص على الرز برضو بتاعنا. بسم الله 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 الله، شايفين يا جماعة الرز حاجة تحفة تحفة يعني تحفة. وكل حاجة خلصت، ما خدتش مني وقت خالص خالص. مشغلة البوتاجاز على كل حاجة عاملاها ما شاء الله يعني كده. كمان الرز تمام استوى، شايفين مفرفر ازاي مش معجن ولونه جميل جدا. هدفع عليه بقى الرز، وعينينا برضو معانا على على التومية دي بتاعتنا. التوم احنا مش عايزينه طبعا التوم يتحرق، عايزينه ياخد لون بس الصفار الذهب كده. وبعدين نروح طشينه على الملوخية على طول من غير شهقة بقى ولا اي حاجة. عشان في ناس تقول لك ايه، لا لازم انت تشهق الملوخية عشان تطلع مسكرة وحلوة. اهم حاجة الملوخية وانت بتقطفيها، معلومة كمان، ان انت تسيب العلق بتاعها الاخضر فيها علشان تبقى لها عرق وما تقعش منك في الحل. اهم حاجة وانت بتقطف الملوخية تعملي كده. كده تمام، هندفع عليها بقى ونطش الطشه بتاعتنا. بسم الله، نجيب برده كبشه كده الاول. اللهم صل على سيدنا محمد. ونروح ضايفينها على الملوخيه. بسم الله، بس كده كده خلصنا الملوخيه بتاعتنا. والرز كمان فين عليه، فاضل بقى الحمام. اوريكم الحمام احنا وصلنا معاه لحد فين. ما تقلبيش الملوخيه، قلبتها تقليبه في البتاع بقى وتسيبيها كده ما تغطيهاش وخلاص على كده. هنبص بقى بص على الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لو ملاحظين انا حاطه قطعه من الفحم صغيره كده على النار، بتاخد وقت طويل جدا على بال ما تحمر كده وتتحرق. انا عايزاها هنعمل بيها حاجه دلوقتي. معانا الحمام زي ما انتم شايفين، انا شايفه حوالي ربع ساعه تشرب الميه اللي فيه كلها. وبعدين انا قايده الشوايه بتاعت البوتاجاز، هحطه تحت الشوايه يحمر من فوق ومن تحت، وبعدين اوريكم هنعمل ايه فيه. كده يا جماعه خلاص الحمام بتاعنا خلص. خلاص هنجيب بقى حته الفحمه، حطيتها في ورق حراري اهي، ويعني تكون سخنه جدا ومولعه. وهنضيف عليها بقى ماده دهنيه، حاجه بسيطه كده، حبه زيت بقى، قطعه سمنه اللي عندي، علشان بس تعمل ايه ريحه الفحم بقى على الحمام. والريحه ما اقولكوش عليها، خطيره خطيره خطيره. وتروحي مغطيه كده بسرعه كده وخلاص. على كده خلصنا الاكله بتاعتنا، الحمام والملوخيه والرز. وهغرف معاكم واوريكم الشكل الاخير عامل ازاي. يا جماعه خلصت خلاص الوجبه بتاعتنا بتاعت النهارده، الحمام المشوي. شايفين زي ما انتم شايفين كده، جميل 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 وريحته حلوه جدا بالتتبيله اللي انا موريها لكم. اعمليها بنفس الطريقه ان شاء الله هتعجبكم. وعملت كمان طبق الملوخيه اللذيذ، شايفين شكله، ولا الملوخيه رقدت في الحله ولا اي حاجه خالص. وعملنا كمان الرز البسمتي مع بعض. الله الله الله، ريحه جميله جدا. اتفضلوا معانا يا جماعه. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم بتاع النهارده. واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لايك، اهم حاجه اللايك علشان الفيديو يوصل لكتير من الناس. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.